اهلا بكم. الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن حاله الطفل رشيد المصاب بضمور العضلات الشوكي واللي محتاج حقنه قبل بلوغه عامين، تكلفتها 2 مليون دولار و 200 ألف مليون دولار. ومن اليوم ده والحقيقه ان الاتصالات والرسائل ما وقفتش للبرنامج عن هذا الملف، والمطالبات بان احنا نفتح الموضوع مره تانية، نفهم ايه القصه، نسمع صوت الامهات ونشوف قصص هؤلاء الاطفال مصابين بمرض نادر جدا، هو مرض صعب اسمه مرض ضمور العضلات الشوكية. هو مرض نادر جدا وناتج عن ما يسمى بطفره جينيه، هنحاول نفهم يعني ايه. والاحصائيات الرسميه بتقول انه حوالي 213 اصابه فقط في مصر، في 20 حالة توفت العام الماضي و11 آخرين توفوا في 2021، ودي برضو إحصائيات غير رسمية. المشكلة هنا أن المرض ده يمكن يكون العدد قليل، لكن المرض ده خطير جدا، يصيب العضلات كاملة فيمنع الطفل أن هو يمشي أو يتحرك أطرافه، أحيانا بيصل لمستوى أن الطفل ما بيقدرش يقعد وبيفضل طريح الفراش طول حياته، بتتزايد المضاعفات ويفقد القدرة على البلع، يعني مضاعفاته صعبة، بتوصل للتنفس ويوصل لأمور صعبة جدا. المريض ده ما كانش له علاج في العالم كله حتى بداية 2016، وفي 2019 ظهر و2020 ظهرت 3 أدوية بالتتابع، لكن للأسف كلها غالية جدا وتمنها بالملايين زي ما شفنا الحقنة اللي ب2 مليون دولار. وهنلاقي مثلا إزازة دواء بتكفي الطفل 19 يوم بس، تمنها 183 ألف جنيه، ودي حقنة بتتاخد كل 4 أشهر، في كمان حقنة بتتاخد كل 4 أشهر ب90 ألف دولار. هي أدوية غالية جدا، مين يقدر على ده؟ أطفال دول في الغالب حتى اللي يقدر منهم أنه يدفع ده أو أهله يدفعوا دول، واللي يقدر منهم أنه هو يتحرك بيتحرم كمان من المدرسة وبيعيش بالعلاج الطبيعي والمتابعة الطبية، وده مكلف أيضا جدا وخارج التأمين الصحي. النهاردة هنتكلم عن هذه القضية، هنسمع صوت الأمهات اللي لازم نسمعهم، حتى لو 200 حالة لازم نسمعهم، ونسمع الأطباء لأن هناك أمل في العلاج، ونتمنى أن احنا نساعد في هذا الأمل. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع تاني. حركات بسيطة وجسد غير متوازن، مشاهد تختصر حكاية مرض شاهندة بضمور العضلات الشوكي، مرض حرمها من التمتع بطفولتها. شاهندة ليست الوحيدة التي تعاني من هذا المرض، فالإحصاءات الرسمية تشير إلى 213 حالة مصابة في مصر، ووفقا للدراسات فإن المرض هو مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي لا يستطيع فيها المصاب التحكم في حركة عضلاته بسبب فقدان الخلايا العصبية في النخاع الشوكي وجذع الدماغ. مش عارفة أتحرك منهم وعايزة ألعب زي صحابي كل حاجة، وأروح المدرسة أعمل كل حاجة اللي أنا عايزة. ضمور العضلات الشوكي تميل أعراضه إلى التفاقم بمرور الوقت ويؤدي إلى الوفاة، وبالرغم من أنه وراثي لكن الإصابة به لا تشترط أن يكون الأب والأم من الأقارب. قسوة المرض وآلامه ليست العائق الوحيد أمام مرضى ضمور العضلات الشوكي، فتقف ارتفاع تكلفة العلاج حائلا أيضا، حيث يصل العلاج الجيني منه إلى 2 مليون دولار، وهو ما يتطلب تدخلا مباشرا من الجهات المعنية لتكون دعاء لشفاء المصابين. اسمعوا لنا احنا نرحب بضيوفنا، دكتورة ناجية فهمي أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، آية زويد مدير جمعية أطفال ضمور العضلات الشوكي تحت التأسيس، ووالدة ليلى أيضا المريضة بالضمور، وهبة فهمي والدة ليلى أيضا مريضة برضو بنفس المرض، شيرين حمدي والدة مليك، وسالي سمير والدة أيصل. أهلا بيكم، ويعني
انا عارفه انه مرض صعب، بس احنا هنحاول ان احنا نكون متفائلين انه يبقى في امل في هذا المرض. دكتوره ناجيه، ايه هو المرض ببساطه، ويعني ايه طفره جينيه؟ عشان احنا مش فاهمين طفره جينيه ده يعني ايه. هو المفروض ان الجين الطبيعي بيطلع منه بروتين بيغذي حاجه اسمها الخلايا العصبيه الحركيه في الحبل الشوكي. الخلايا العصبيه الحركيه دي هي اللي بتساعد العضلات في الرجلين في الايدين انها تتحرك. طيب الجين السليم ده ممكن تحصل فيه طفره او خلل فلا ينتج البروتين، فبتكون النتيجه ان الخلايا العصبيه دي بيحصل فيها تلف ووفاه، فبتكون النتيجه ان يحصل ضمور في الاعصاب وفي العضلات، وبالتالي الطفل ده بيبقى عنده عواقب كبيره قوي لاصابه الخلايا العصبيه. ده مرض نادر كما هو واضح. تمام. ايه انواعه وايه اسبابه؟ يعني هل في اسباب ممكن ان احنا مثلا نتلافاها مثلا، ولا ايه مستوياته اصلا؟ هو يعني اكتر مع زواج الاقارب. يعني الاب حامل الطفره والام حامله الطفره، كل واحد عندهم نسخه مصابه من الجين. الطفل لازم يبقى عنده النسختين عشان يصاب بالمرض. لكن مش لازم ضروري هو زواج الاقارب، ممكن ياتي بدون. لا لا ممكن طبعا، لان حاملين المرض في المجتمع، المرض ده بالذات ممكن واحد من كل 50 يكون حامل للطفره الوراثيه وما يعرفش. وبالتصادف طبعا ده اكيد 51 ان يحصل زواج بينهم، يعني رجل وامراه كل واحد فيهم يحمل الطفره، وبالتالي اولادهم يطلع 25% منهم من كل انجاب مصاب بالمرض. يمكن اكتر ان شاء الله هتساليهم كل الحضور النهارده مش قرايب. فعشان مفيش طريقه ان احنا نمنعه، يعني مفيش طريقه ان احنا نكشف او كشف معين عشان نمنعه ولا ايه؟ هو ده ان شاء الله اتمنى ان احنا يبقى في وقت نتكلم على فحص ما قبل الزواج، ان لازم التحاليل دي وخصوصا لمرض زي ضمور الشوكي لازم فحص ما قبل الزواج يتضمن التحليل الجيني لطفره ضمور العضلات الشوكي. طب سريعا ايه درجات وانواع؟ هو في 5 انواع منه. نوعين مش هما دول اللي احنا مستهدفينهم النهارده بالعلاج. النوع بيسموه نوع زيرو، اللي الطفل بيتولد باصابه شديده جدا واصابه في عضله القلب والطفل ده بيموت على طول اول ما يتولد. او نوع الرابع ده نوع بسيط قوي، اللي هو بيجي للناس فوق سن ال 30 وبيبقى يا دوبك اضطراب بسيط في الحركه. انا مستهدفه النهارده 3 انواع. النوع الاول اللي هو بيحصل من سن من اول ما يتولد الطفل لغايه 6 شهور، وبالذات اول 3 شهور. الاطفال دول بيسموهم اللي هم النون سيتر، او اللي هم ما يقدروش يقعدوا. يعني الطفل ده هيتولد رخو، ما يقدرش يرضع، ما يقدرش يبلع، حركات ايديه ورجليه بطيئه جدا، يجوا يقعدوه او يصلب رقبته زي ما بيقولوا، ما يقدرش يمسك رقبته خالص. شويه بشويه بيلاقوا عنده اضطراب في التنفس والتهابات رئويه متكرره، ويضطروا يحتاجوا لاجهزه التنفس الصناعي. الطفل ده عشان بيحصل قبل 6 شهور عمره ما يقعد، ده بنسميه النوع الاول. النوع الثاني يحصل من سن 6 شهور ل 18 شهر. هو الطفل هنا قعد لكن عمره ما يقدر يقف، فبتكون نتيجه ان هم كل ما بيحاولوا يوقفوه في ارتخاء شديد، فدول النون ووكرز، ده ستر ولكن ما يقدرش يقوم ولا يمشي ولا يقف. النوع ده برضه معرض للالتهابات الصدريه والرئويه المتكرره، ومعرض برضه للوفاه زيه زي النوع الاول. النوع الثالث هو بعد 18 شهر المفروض ان الطفل وقف، فالطفل بيكون وقف وقدر يمشي، لكن شويه بشويه بيبتدي يحصل اعاقه متدهوره، ممكن في خلال السنين الاولى حتى قبل المدرسه او اول 10 سنين الطفل ده ممكن يقعد تاني، يبقى بعد ما كان ابتدى يمشي ويتحرك قعد. هما دول الـ3 حاجات الاساسيه، النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث، وهما دول المستهدفين بالعلاج في العالم كله. آية، ليه عملتي جمعية أطفال ضمور العضلات؟ ليه قررتي تعملي الجمعية دي؟ اكتشفت إن في رقم، في عدد في مصر. أنا كنت فاكرة إن أنا يعني الوحيدة، لأني فهمت إن المرض نادر. فلما ليلى تشخصت في يناير 2018 بدأت، يعني هي تقريبا التشخيص التام كان 19 فبراير 2018. بدأت أعرف إن في ناس تانية موجودة في مصر مصادفة. يعني كنت بحاول أساعد حالة سورية لاجئة في تركيا، فقالت لي ده في جروب للمرضى في مصر،
وانا مش على الجروب ده، فدخلته لقيت ان في حالات كتير جدا، كان وقتها يمكن من 50 لـ70 حاله. فبدات اكلم الناس، طيب ايه احنا نعمل بوست مجمع بالاطفال، وعملت ده فعلا، وبدات اعمل تعديل على البوست بالوفيات اللي بتتم. للاسف في مرحله يعني خلاص انا عديت عدد كبير جدا خلال السنه ومش عارفه اكتب وفيات تاني، الارقام بسرعه جدا، ده غير الاولاد اللي في الرعايه المركزه عايشين في الرعايه المركزه على اجهزه التنفس، فالموضوع بقى صعب. فبدانا نفكر طيب احنا نعمل جمعيه نخلي المرضى، طبعا احنا عندنا احتياجات كتير جدا، يعني الاطفال دي مش بس محتاجه، الاحتياج الاول لينا الدواء، بس الاطفال دي محتاجه جلسات علاج طبيعي، جلسات علاج مائي، اماكن رعايه، اجهزه تنفس، اجهزه دعم، عمليات، لان في منهم طبعا لما ما بياخدوش الدواء بيوصلوا لمرحله ان في تشوهات في العظام. طب احكي لي حكايه ليلى، عندها قد ايه؟ ايه قصتها؟ ليلى عندها 5 سنين دلوقتي. هي يعني انا اكتشفت المرض، هي كانت طفله طبيعيه تماما ومراحل نموها عدت كويسه جدا، بالعكس تكاد تكون سابقه سنها، يعني سننا بدري، وقفنا بدري مسنودين، وقفنا بدري طبيعي، بدأت تخطي خطوات، وبعد تحديدا تطعيم السنة ونص لقيتها بدأت تتراجع تماما، كانت بتحب تقف جدا، لا بقت بتعيط، مش حابة تقف، مش عارفة تقف، يعني بقى الموضوع، فأنا كان عندي شكوك في إن هي تأخرت. فلما عرضتها على الدكتور الأطفال كان شايف إن هي طبيعية جدا، لأن هو متابع طبعا نموها، شايف إن هي طفلة طبيعية والريت بتاعها كويس. فحولني دكتور عظام بعد إلحاح شديد مني، دكتور العظام برضو عمل فحوصاته وشايف إن البنت كويسة، فبدأ يديني فيتامينات على أمل إن إحنا شهر ولا حاجة والدنيا هتبقى تمام وهتمشي إن شاء الله. لقيت إن الموضوع بيتراجع، فطلبت منه إن لأ، يعني الموضوع في حاجة مش مظبوطة، فقال لي خلاص نعرض على دكتور مخ وأعصاب. وهنا بقى كانت الصدمة. طبعا الدكتور يعني أول ما شافها هو إلى حد ما استشف يعني إيه بالظبط اللي فيها، بس طلب رسم عضلات، لأن ده بيبقى تقريبا الفحص الأولي اللي بيثبت المرض. عملنا فحص رسم العضلات ده تاني يوم، يعني أنا كنت عند الدكتور بالظبط، أنا يعني فاكرة 8 يناير 2018، 9 يناير أنا كنت في القاهرة بعمل رسم العضلات. رسم العضلات ده حاجة سيئة جدا 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 لطفل، هو عبارة عن حقن إبر وبتتشكشك في عضلاته، والموضوع صعب والأطفال بيبقوا منهارين، وحاجة سيئة جدا. عملت تحليل الجينات، والتحليل أثبت بقى أن بشكل رسمي وقاطع خلاص هي فعلا مريضة ضمور عضلات شوكي. هبة برضو ليلى. ليلى قولي لي قصة ليلى، بس ليلى أبو يعني، وليلى خدت دواء، هنتكلم على العلاج بالزبط. بس قولي لي ليلى وضعها. ليلى نفس الحاجة، عندها 5 سنين ونص، واتشخصت وهي عندها تقريبا 6 شهور، وليلى تايب 1، سو الموضوع أصعب شوية. هي اتولدت عادي، بس احنا في أول 2 3 شهور ابتدينا نشوف إن في قلة حركة، ما كانتش بتكلم كتير، صوتها كان واطي جدا. وبعد 3 4 شهور رحنا للدكتور بتاع الأطفال وشافها وكل حاجة، والفترة دي كانت بتخس كمان، رحنا للدكتور الأطفال وقال لي لا في حاجة غلط. قال لي لا لازم تروحي لدكتور مخ وأعصاب. وفي الفترة دي كان في دكتور هيل، رحنا شفناه، وبس لما شافها من أول مرة عرف. لما شافها قال لي. اكتشفتي في سن كام؟ انا ليلى كانت في وقتها كانت تقريبا 4 شهور ونص. قال لي لو عرفتي تسافري وتعملي لها تحليل جيني احسن. ولما شافها وسافرت في الفتره دي، سافرت على طول، ليلى عندها جنسيه تانية، سافرنا على طول، عملنا التحاليل بره، وليلى اتشخصت وهي عندها 6 شهور. ومن هنا بتتعالج ليلى بالظبط. هي من هناك احنا بتاخد ايه بقى بالظبط؟ هي ليلى بتاخد دواء اسمه سبينرازا، وهي لما تمت 13 شهر، سو في فتره طويله من الـ6 شهور للـ13 شهر ليلى ما كانش في اي ادويه موجوده، خدي بالك. هو اول دواء اللي اتوافق عليه كان في 2016، واحنا بنتكلم في شهر 6 2016، سو كان في فتره كده 6 شهور ليلى ما كانش في اي ادويه متاحه. واحنا سافرنا تاني بعد ما اخذت التشخيص بتاع اس ام اي تايب 1، سافرنا وسمحنا على الدواء، هو السبينرازا، كانوا لسه في كلينيكال ترايلز،
ورحنا ايطاليا، قالوا لنا في ايطاليا في احتمال الدواء ده هيكون موجود. هل محسنها مثلا او بيساعدها؟ اكيد اكيد يا ليلى. هي دلوقتي وضعها ايه؟ ليلى بقت احسن. من اول حاجه التايب 1 ده اصعب حاله زي ما قالت دكتور ناجيه، صعب جدا. سو ليلى اول حاجه ما كانتش بتقعد، سو دلوقتي بتقعد كويس وتعرف تمسك راسها كويس وبتتحرك الابر بارت، الحته الفوقانيه دي الجزء بيتحرك كويس وايديها بس لسه. احنا ده مع كل الحاجات دي احنا لازم نعمل علاج طبيعي كل يوم. هرجع تاني لقصه العلاج الطبيعي كل يوم، لكن هبه عفوا شيرين مليك، قصه مليك، وانا عارفه ان مليك برضو بياخد دواء دواء شرب من الثلاثه. مليك بدا الريزدوبلام. هو مليك كان طفل طبيعي جدا ومشى بدري وكان كويس جدا. عند سنة ونص بدأ وهو واقف عادي فجأة بيقع ورجله بتتنى تحته وبينزل على رأسه. فضل أكتر من مرة الوقوع متكرر، عدى 15 مرة في اليوم تقريبا. أكتر من مرة وقع فرأسه اتفتحت، رحنا لدكتور المستشفى حولونا على عظام. دكتور العظام ما شك أنه هو عنده مشكلة في مفاصل الحوض. فضلنا ورا الموضوع وعملنا اشعاعات كتير وحاجات كتير، لا عظمه سليم ما فيهوش اي حاجه. طب هناخد فيتامينز، طب هناخد علاج طبيعي، هيفضل يعمل علاج طبيعي فتره عشان يتحسن. مفيش تحسن للاسف، بيتدهور اكتر. فضلنا سنه ونص عند الدكاتره مش عارفين يشخصوه، ومن فيتامينز التحاليل لاشعه مفيش اي حاجه خالص. بعد سنه ونص في دكتور شك ان هي حاجه جينيه وحولنا المعهد القومي للبحوث. رحنا هناك الدكتوره طلبت تحليل جينات كامل عشان تشوف الطفره في مليك ايه، وللاسف التحليل ظهر بعد شهر ونص تقريبا ان هو اس ام اي. طيب ايه الدواء اللي هو بياخده؟ ريزدوبلام. هو دواء شراب بياخده جرعه يوميه في البيت. معلش هسال على تكلفه الادويه يا جماعه، هبه الدواء ده غالي ولا ايه؟ غالي جدا. كام تقريبا الحقنه؟ هي ليلى لازم تاخد في اول من في اول شهر لازم تاخد ثلاثه، وبعدين بتاخد بعد تاني شهر بتاخد واحده تانية. سو في اول سنه في سته، وكل واحده تقريبا 120,000 130,000 دولار. عندك تامين؟ عندك حاجه في ولا في تامين صحي؟ في النمسا اللي بيغطي الحاجات دي للعيال. لان عندها جنسيه اخرى نمساويه في النمسا، ده بيغطي التامين الصحي. بالزبط. بيغطي ده. وشيرين الريزدوبلام البوتل الواحده ب 183,000، بتقعد مع مليك 19 يوم تقريبا. طب وانتوا قادرين تدفعوا ده ازاي؟ في هو يعني احنا دفعنا كل اللي معانا في ان احنا نجيب جرعات مبدئيه، لان احنا لما رحنا للدكتوره ناجيه، دكتوره ناجيه قالت لي ان حالته وحشه جدا، هو تايب 3 بس حالته متدهوره جدا، وان المفروض ان الحاله اللي هو يبقى فيها دي تبقى بعد يعني سنتين او ثلاثه او اربعه، ان هو حالته متاخره قوي. فحاولنا نجيب جرعات مبدئيه يعني شخصيه واهلي الناس المحيطين. 183,000 جنيه. جبنا جرعات مبدئيه وللاسف مش هنقدر نكمل. 19 يوم. ده موضوع صعب قوي. مش سالي سالي احكي لي قصه ايسل. الايسل مبدئيا انا الحمد لله كان الحمل طبيعي جدا، الولاده الحمد لله كويسه، النمو ايسل زي ما بيقول الكتاب بالظبط، مفيش اي حاجه خطا حصلت، قعدت ومشت كل حاجه. جه ده وقت بقى مرحلة انها تمشي، مشيت في الاول تمام، بعد كده ابتدت تتراجع، كل ما تمشي تقع، كل تمشي ماشية غير متزنة. مامتي فهمت الموضوع بحكم خبرتها شوية، انا ما كنتش فاهمه طبعا. امهات بيفهموا. طبعا هي قالت لي البنت دي في حاجة غلط، اخدتها ورحت بيها لدكتور اطفال، قال لي طب ممكن نديها كده شوية فيتامينز، يمكن في نقص فيتامين د ولا حاجة. ادينا الفيتامينز دي 3 شهور، للاسف ما جابتش نتيجة. بعد كده رحنا للدكتور، حولنا لدكتور عظام، كان شاكك ان يكون في خلع في الحوض، عملنا اشعه اللازمه وما طلعش فيه حاجه. بعد كده حولنا بقى مخ واعصاب، وكان طبعا رسم العضلات زي ما قالت ايه يعني كان صعب جدا، بيبقى صعب قوي الاطفال، غير اللي هو حقن كمان بيبقى فيه يعني في غلطات معينه في الكهرباء كمان بيتك عليها، فبيبقى صعب قوي. واكتشفنا ان هو طبعا اس ام اي، وكان اول دكتور للاسف رحنا له بالموضوع بقى عشان يشوف هيساعدنا ازاي، قال لي 7 سنين وهتموت وما تكمليش معاها، وهو جلست علاج طبيعي واحده في الاسبوع عشان ايه ضميرك يبقى مستريح، لكن ما تحاوليش في حاجه اكتر من كده. ايسل عندها كام سنه؟ ايسل دلوقتي الحمد لله 8 سنين، واكتشفناه وهي 2015 يعني. وفي بتاخد اي علاج؟ هو بس العلاج الطبيعي والعلاج المائي وشويه فيتامينز قويه. وهي وضعها وحالتها ايه دلوقتي؟ لا بتتدهور. لا
اول ما اكتشفنا المرض مش زي دلوقتي. اول ما اكتشفنا انه كانت بتمشي معايا مسافات طويله، كانت بتطلع سلم، كانت بتعرف تمسك المعلقه تمسك القلم. لا دلوقتي في غير، يعني دلوقتي ما تقدرش تمشي معايا غير يعني شويه خطوات بسيطه جوه الشقه، غير الانحناء الجامد في العمود الفقري. تروح مدرسه؟ اه في مدرسه، دي كانت بالمناسبه يعني معاناه جامده جدا في الاول، ما كانش في مدرسه قبليها. في مدرسه قبلتها يعني بصعوبه، وبيبقى معاها شادو تيتشر بقى بتهتم بيها. شادو تيتشر. اه مش طب هرجع لقصه المدارس، عشان قصه المدارس دي كمان كابوس اخر. لكن دكتوره، من الحالات الاربع حالات اللي انا سمعتها، احنا عندنا مشكله تشخيص من الاول. بالظبط، كنت عايزه اتكلم فيه. دي مشكله تشخيص، انه بناخد وقت. دكتور ودكتور ودكتور، وباخد وقت على ما يتم التشخيص انها طفره جينيه. دي هنعمل فيه يعني اتمنى يعني ده طلب يعني الحقيقه من كل طبيب تخصص اطفال او عظام او طب طبيعي، لما يلاقي ان في مشكله في الحركه يا ريت طبيب مخ واعصاب، وخصوصا لو طبيب أطفال أعصاب أو تخصص أمراض عضلات وأعصاب، يا ريت يشوفها ولو مرة. إحنا بيبقى يعني بنبقى استشاريين، يعني بنبقى كشفنا استشاري. يا ريت الطبيب متخصص يشوف معاه كل حالة، لأن أكيد لو اكتشفنا الحالة بدري غير لما نكتشفها متأخر. فأنا ملاحظة فعلا يعني البطء في التشخيص وقت كتير قوي، مع إن لو من الأول خالص خدت استشارة زميلك في المستشفى أو زميلك في نفس المنطقة، هتفرق كتير قوي قوي مع الأطفال. والتحليل ده موجود في مصر، لأن يعني دي تحاليل معينة اللي بتتعمل في تحليل عشان الطفرة الجينية دي. تمام. الحمد لله التحاليل موجودة في مصر وبدقة شديدة، عندنا المركز القومي للبحوث. هل التحاليل دي ضمن التأمين الصحي؟ والله احنا يعني أخدنا معاهم منهم موافقة شفهية كده في يناير 2020، وبدأوا فعلا يعملوا للأطفال. الحقيقة بعض المحافظات بتوافق وبعض المحافظات بتقول لنا لا مفيش حاجه مكتوبه، فبيرفضوا يعملوا التحليل. مع ان التحليل ده مهم جدا، مش بس للتشخيص، للنصيحه الجينيه، عشان الام تعرف ابنها عنده ايه، ما تجيبش طفل تاني بسرعه. ونقدر ان احنا نعمل تشخيص ما قبل الانجاب او الحمل التاني. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على ثلاث ادويه زي ما احنا شايفين، دواء ثلاثه غاليين جدا، وهياخدوا وقت على ما يرخصوا بقى طبقا لان طبعا الحالات قليله في العالم كله. يعني هل الدواء ده بيوقف التدهور ولا بيحسن الحاله؟ طب خلينا نقول الثلاث ادويه عباره عن ايه. الدواء الاول اللي هو بينادي بيه الطفل رشيد، هو عباره عن والد رشيد، هو عباره عن علاج جيني، هو نقل جين سليم مكان الجين المصاب. اللي هو احنا عندنا بيسموه جين الاس ام ان 1 او الجين الاول. ده مفروض انه قبل سنتين الطفل ياخده، وده مفروض ان هو بيعمل كيور او شفاء. كل ما نديه بدري، يعني احنا عندنا طفله مصريه يا رب تكون سمعانا، هي في انجلترا دلوقتي لكن هي خدته في الامارات. الطفله دي خدته في سن 4 شهور ونص، عندها دلوقتي 10 شهور ونص، البنت طبيعيه تماما، يعني قعدت ووقفت وهي من النوع بس الاول. بس لازم ياخدوا الطفل في البدايات خالص. يا ريت. هم قبل سنتين. لا هياخدوا قبل سنتين. قبل سنتين. قبل سنتين، لكن كل ما ياخدوا بدري قبل ظهور الاعراض يا ريت، او اول. وده له علاقه بقى بالتشخيص، ان انا واحد اشخص ده اللي بنقول عليه، وبعدين اقدر ادور بقى الدواء. فده اول علاج جيني في العالم يتاخد بالوريد. فده مفروض ان هو بيعمل نوع من الشفاء حقيقي. اللي بعد سن سنه بياخدوا وقت الاولاد على ما يتحسنوا، لكن برضو انا نقلت له جين سليم. طيب اللي بعد سنتين يعملوا ايه؟ يعني كل حالات اغلب العيانين معانا ال 200 حاله يعملوا ايه؟ اولادهم بيتدهوروا سواء النوع الثاني او الثالث. دول ليهم اللي هو العلاجات اللي هي بنسميها جين موديفاير او معدله للجين. دي بتشتغل على حاجه اسمه الجين الثاني. الجين التاني ده ربنا ادهولنا زي جين احتياطي او باك اب جين، ان هو بينتج البروتين ولكن مش بنسبه كويسه. بيعدله بقى الجين، يا اما بحقن سبينرازا اللي خدتها ليلى، دي حقنه في النخاع كل 4 شهور، او بالدواء اللي بالفم اللي هو الريزدبلام اللي خده مليك. الادويه دي بتعمل تحسن كويس، ممكن نوصل لنسبة 60% لو اتاخد قبل ما تظهر الأعراض، ممكن تبقى بنسبة 90% 80%. لكن أنا عندي مرض بيؤدي إلى إعاقة حركية متدهورة،
وفي النوع الاول والثاني قد تؤدي الى الوفاه الحتميه. فده مرض قاتل. هي يعني ايه مشاكل الامهات؟ يعني الامهات اللي انت عندك على الجروب اللي هو اكتر من 200 ام كلهم بيعانوا من مشاكل اساسيه، تعليم، طبعا ارتفاع تكلفه الدواء ده. كم منهم بياخد الادويه؟ اكيد مفيش حد بياخد الادويه، هو بس مدام هبه ومدام شيرين الاولاد. ليلى عندك بتاخد الدواء؟ لا لا، تكلفته عاليه جدا. بحاول يعني اقدم لها باقي سبل الرعايه، علاج طبيعي، اي ادويه، مغذيات، مكملات، لكن الدواء لا طبعا تكلفته عاليه جدا. واغلبيه الحالات عندي على الجروب، انا عندي ناس ما عندهاش مقدره ماديه ان هي تعمل التحليل عشان تاكد التشخيص. يعني ما في ليه التحليل بكام؟ التحليل ده غالي يعني؟ يعني بيوصل تقريبا 5000 جنيه في المره، ولا يعني المرة هو بيتعمل مره واحده اللي هو التحليل اللي بيكشف عن القصه دي. بس التحليل ب 5000 جنيه، وانا عندي اسر بيبقى عندها، في اسر عندها اكتر من طفل. في اسر بتبقى عرفت لان عندها اطفال اتوفت وراضي عملت لهم التحليل، فعرفت ان ده اس ام اي، فخلاص اللي بعديه هو طالما بدات الاعراض عليه يبقى هو كمان اس ام اي. عندي مثلا في ناس تايب 3، هو اوريدي كان تمام والدنيا كويسه، وبعدين الاعراض بدات مضاعفاته سريعه جدا، فما بقاش بيمشي، فما بقاش في شغل، فمش عارف يصرف على بيته، فحاجات كتير يعني، في معوقات كتيره قوي بعد المرض. يعني مش بس ان احنا دواء وخلاص، في اطفال طبعا لان العلاج بيتاخر فبيحصل مضاعفات في الجسم، بيحصل تشوهات عظميه، بيحصل انحناءات في العمود الفقري، بيحصل مشاكل في الاوتار والعضلات، بيحصل اسر. دي كلها حاجات طبعا محتاجه رعايه دايمه طبعا، ودي مكلفه جدا. بالزبط. وانا هسال سالي، سالي انت بتعملي علاج طبيعي كل قد ايه وتكلفته قد ايه؟ لا، هو الاول كان العلاج الطبيعي في مركز عادي، بس من كتر الاجهاد عليها الدكتور نصحني ان الاحسن تيجي في الدكتور تيجي في البيت. فالدكتور بقى بتيجي في البيت جلسه 3 مرات في الاسبوع 150 جنيه. غير العلاج المائي اللي هو بالجلسه الواحده. الجلسه الواحده 150. عندك ولاد تانيين؟ لا هي بس. يعني اكتشفنا الموضوع ده وهي سنه ونص. وبصراحه يعني فضلنا بقى معاها. ايه العلاج المائي ده بقى؟ يعني بتاخد تمارين جوه الميه، تنزل سباحه مثلا، بيسين معين، بيسين معاها مثلا كابتن مدرب او معاها حاجه في تقويه العضلات، تقويه العظام. فبتكلفي تقريبا كام في الشهر كده؟ بتتكلفي كام؟ لا يعني هو علاجها بالعلاج المائي 3000 مثلا. غير ان هو طبعا انها مش بتمشي معايا، فانا دايما معايا برايفت يعني عربيه خاصه، انها بتروح وبتوديني وتجيبني علشان خاطر خلاص يعني اي مشوار معاها خلاص يعني لازم عربيه، مفيش اي يعني مفيش اي فرصه انها تمشي معايا خلاص يعني. ده كان زمان، دلوقتي لا. طب هل المستشفيات مؤهله؟ يعني انتوا بتاخدوا علاجات يمكن مرتفعه الثمن، لكن المرض ده بيحتاج مستشفى بسرعه، ممكن يحصل ازمه للطفل، ممكن. هل انتوا بتحسوا ان المستشفيات مؤهله وفاهمه القصه دي؟ للاسف لا. لا. وتعرضنا لحالات وفاة كتير بسبب ان هو مبدئيا الاطفال اس ام اي ما بيتقبلوش في الرعايه. يعني في مستشفيات كتير جدا بترفض تاخدهم في الرعايه، في الانتنسيف كير. لا ممنوع. ما بناخدش اس ام اي، ويقعدوا يدوروا على مستشفيات. هم ليهم طرق رعايه معينه، يعني الطفل ده ممنوع منعا باتا يتحط على جهاز اكسجين. هم غالبا بيدخلوا بالتهابات رئويه، فجهاز التنفس عندهم بيبقى الطفل مش عارف ياخد نفسه، يعني شبه تقريبا بيحتضر. فاول حاجه بتيجي في في في, في فكره الدكتور، طب حطوه على اكسجين عشان يساعده ان هو يتنفس. هو ما عندوش فكره تشخيصه ايه، فبيساعده غلط. يعني هو عايز يساعده بس بيساعد غلط. طب هبه، طب شيرين كنت عايز تقولي حاجه برضه على المستشفيات وكده؟ لا، هو للاسف يعني مليك لما بيتعب او اي حاجه، لما بروح بيه اي مستشفى عنده كذا وبياخد كذا، هم مش عارفين يعني ايه المور عضلات شوكي، ومش عارفين الدواء اللي هو بياخده او يتعاملوا مع الحاله الطارئه اللي هو فيها ازاي. انت فين، في القاهره ولا في بورسعيد؟ في بورسعيد. ودي اول مدينه بيطبق فيها التامين الصحي، فالمفروض هو الفكره مش في التامين الصحي الشامل، هو التامين الصحي الشامل انا شفت منه دعم ومريض يعني مليك اتعرض على دكاتره هناك ومتابعينه وكل حاجه، بس في الطوارئ الطبيب الاطفال اللي في الطوارئ هو مش عارف ايه الريس دبلام لانه مش موجود في مصر، فهيعرف منين الدواء ايه ويتعامل مع مليك على اساس ايه. وهبه؟ ايوه، انا نفس الحاجه، انا ما بروحش اي مستشفيات او اي حته بره، انا عامله زي رعايه كومبليت في البيت،
وكل الاجهزه بتاعتها، التنكات الاكسجين، كل الحاجه، الادويه وكل حاجاتي معايا في البيت، وانا اعرف اعمل كل حاجه، ما وديهاش مستشفى او دكاتره بره عشان هم مش فاهمين. في ناس تقدر تعمل كده وللاسف في ناس ما تقدرش. بس احنا لا، زي ما ايه قالت ما فيش بروتوكولز، ومش الحاجات دي مش واضحه، ومعظم الدكاتره مش فاهمين اسامي ايه بالظبط. في مشاكل كتيره قوي في الموضوع ده. اللي ما يعرفش. طيب احنا هنرجع على قصه تاهيل الاطباء والمستشفيات، انه لازم يفهموا هذا المرض، لانه كمان ما انا ممكن انقذ الطفل ممكن ما انقذوش، طبقا لمعرفه الطبيب، طبيب الطوارئ اللي بيعرف هذا الامر. لكن هخرج فاصل وارجع بعد الفاصل واصل هذا الحوار، نتكلم على التعليم كمان والمجتمع بقى، مشاكل الامهات مع المجتمع، مع هذا الطفل الذي ينمو بضمور العضلات، بعد الفاصل.